هالحلقة رح خصصها للحديث عن الزلزال المدمر اللي صار بتركيا وسوريا بنهار التنين 6 الشهر 6 شباط، وأكيد للحديث عن كل تأثيره اللي صار على تركيا على سوريا، وأيضا تردداته الكبيرة اللي صارت على لبنان. هالكارثة اللي صارت لفترة طويلة لأنه امتدت لتقريبا 40 ثانية وأكثر، لتقريبا وصلت لل 60 ثانية تقريبا بتركيا. رح نحكي هلأ اليوم عن تفاصيل أكثر بالتحديد بمواضيع متعلقة بالجيولوجيا وكيف تصير التحركات للزلازل. بدي أعزي كل أهالي الضحايا، وبدي أقول الله يشفي جميع الجرحى، والله يكون بعون كل الأشخاص المتضررين والأشخاص اللي فقدوا منازلهم والأشخاص اللي بعدهم لغاية اليوم تحت الأنقاض. وبالمقابل بدي أوجه أكبر التحيات لكل فرق الإنقاذ، وخاصة فرق الإنقاذ اللبنانية من فوج الإطفاء، من فريق دفاع المدني ومن الصليب الأحمر اللي اتجهوا إلى سوريا وتركيا لمساعدة كل الأشخاص، وبعدهم لغاية هلأ عم بيقدروا يطلعوا الأشخاص من تحت الإنقاذ، أطفال وكبار وصغار وكل الأعمار عم بيقدروا يظهرون بعضهم على قيد الحياة. الله يقويهم، وهالحلقة رح تكون لإلهم. مرحبا، معكم غيدة مرسوب. واليوم أنا للأسف الشديد عم نحكي بموضوع كتير 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 مؤسف، واللي هو الموضوع اللي حصل الأسبوع الماضي، وهو الهزة الأرضية أو الزلزال الكبير اللي صار بتركيا واللي وصل أثره إلى لبنان وهز لبنان كله بقوة تقريبا 4.6 على مقياس ريختر. وهذا الشيء للأسف الشديد كان كتير كتير بخوف، لأنه هذا الشيء صار لهم سنين اللبنانيين مش عايشينه، والهزة كانت كتير طويلة. إنما اليوم حبيت اليوم نحكي شوي بالتفاصيل أكثر مع شخص يعرفنا بطريقة علمية عن موضوع الزلازل والهزات الأرضية، ومع اليوم الجيولوجيست اللي موجودة حاليا بموريال، هوري تلزيان. هوري أهلا وسهلا فيك. أهلا. اليوم عن جد عن جد يعني في واحد يحكي، يعني مش يعني ما بيعرف شو واحد بده يقول، لأنه للأسف الشديد لبنان بنضل بنقول لبنان مش ناقصه، لبنان مش ناقصه، لبنان مش ناقصه، وبنعرف إنه كمان صرنا نقول عن جد سبحان الله لما بيجينا شيء من الله بنضل بنقول أحسن بكتير من الزلازل المصيبة اللي عم بعيشونا إياها يوم بعد يوم بلبنان. بس أنا بالبداية أحكي هالمرة عنها الزلزال الكبير اللي هز تركيا بهالقد هالطريقة اللي كتير كبيرة، اللي هي كمان موجودة يعني للأسف على فالق يعني أيضا تركيا من الزلازل، إنما كان أثر كتير كبير له على لبنان وعلى سوريا، وقضى يعني وقضى على آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى والمتضررين بهالمصيبة الكبيرة اللي بعدنا لغاية اليوم بعدنا عم نعيشها يوم بعد يوم. خلينا أخبر شوي بالأول عنك هوري، أنت تركتي أني يعني تخرجتي من الأي بي بال 85 ودرستي هالموضوع بلبنان. كنت لما أنا أدرس جيولوجي ما كان في كتير تلاميذ، يعني كانوا يستغربوا أهلي أصحابي شو هيدا الجيولوجي عم تعملي، مع عنا منه بلبنان. بلبنان كنت أقول لهم إيه في صخرة في كل شيء بلبنان، يعني في جيولوجي بلبنان. إحنا بنعرف إنه آخر زلزال هز لبنان كان من 36 سنة، وأيضا المخيف بهالزلزال إنه كان كمان فترته كتير طويلة، يمكن المعروف اللي قبله هو بال 57 أو 58 أو شيء، هذا الزلزال اللي كمان هز لبنان لأنه كمان كان فترته كتير طويلة. قديش هذا الشيء فعلا يعني عم بيعرض لبنان لخوف بعد أكتر، يعني قديش بنحس إنه نحنا يعني كمان لبنان مش ثابت على بالنسبه للستراكشر، لانه خاصه وانه هالمرات لما بتكون يعني الزلزال كتير كبير بتركيا وبيضرب اوقات قبرص بيضرب بسوريا بيكون عنده اثار كتير كبيره على سوريا وعلى لبنان. سنتر جيوفيزيك سان راس ببحنس، مطرح ما انا كنت اشتغل بتلاقي انه عندهم كثير خرائط محطوطه الهزات عليها مليانه. نحن بنسجل كتير هزات من بقية العالم ومن لبنان، يعني من لبنان الناس ما بيحسوا فيها، أو إذا كانت 3.5 أو أقل درجات الناس ما بيحسوا فيها، بيحسوا فيها فوق الأربع فاصلة خمسة. طب الهزات الصغيرة بيكونوا إنديكيشن، الهزات الكبيرة بيكونوا indication للخط اللي active، الخط اللي فيه عليه هزات يا صغيرة يا بصير في فور، يعني prediction صعب كتير. بس نحن نعرف انه في activity مثلا زايد الactivity على هيدا الخط او مش ما في activity، يعني من الهزات الصغيرة فينا نعرف انه عم بيزيد الactivity عليها. نعم.
فبس المشكلة إنه ما فينا نعرف وين بدها تضرب، إمتين بدها تضرب، هيدي ما بنعرف. بس فينا نعرف، في هلا عم بيتطور العلم، عم بيعملوا مونيتورينج لكل شيء، ديفورميشن للأرض ومونيتورينج للماجنتيزم، لأنه في ترابط بين الماجنتيزم والهزات. ومونيتورينج للهزات بلبنان كان في آخر شيء لما أنا تركت قبل ما أترك، كان في 7 محطات. هيدا محطات من 8 سنين، من 8 سنين تقريبا. إيه، كان في 7، هلا صاروا 10. The main center is in Pannes، اللي مطرح ما في مكاتب وناس موجودين. بقية الستيشنز كل شهر مرة بيروحوا بيجمعوا المعلومات، وكلهم سوا بيعملوا. صار في ديجيتايزيشن، كمبيوترايزيشن، فكلهم سوا بيعطوا نتوركينج اسمها جرال. 80 ستيشن عطوا معلومات من كل العالم، لانه هن بيجمعوا ميديتيران سي اس او ام اسمها، بيجمعوا كل المعلومات من كل المحطات. نعم، ولبنان كان يشترك، كان يعطي معلومات. يعني هون كمان، هون لما عم نحكي عن موضوع يعني مثل ما بيقولوا الاستشعار اللي بيصير قبل الهزات، اللي بحسسهم انه ممكن يكون في بعدين هزه جايه، كمان ما بعرف قديش في بيصير في افتر شوكس كمان لبعض الهزات، خاصه لما بتكون الزلزال كثير قوي بيصير في هزات ارتداديه، اوقات بتكون اكبر اوقات بتكون اصغر، يعني حسب كمان قوه الزلزال اللي بتصير بالاول. يعني كمان خاصه وانه مثل ما قلنا، يعني يمكن كمان بيقولوا في مره من 39 سنه كمان صار بزحله، كمان صار في هزه. وايضا كمان نعرف انه بالفترات الاخيره لما كان في يصير اوقات قبل بقبرص او بسوريا او بتركيا او باليونان، كانوا هدول كمان يحس فيهم كمان شوي الشعب اللبناني، بس ما في شيء كان ابدا يكون مثل ما قلتي يكون درجه هالقد عاليه برا لحتى يوصل مزبوط الى لبنان. انما بضل هلا كل وقت كان شغله البال هي موجوده، لانه لما واحد عم يشوف كوارث هالقد كبيره، هالقد بنايات طويله عريضه وعم تقشط مثل ما هي، مثل انه واحد يعني عن جد فعلا بلحظه يعني عم بتنهد على الارض مثل الافلام، يعني واحد بيفكر. أول سلايد هاي دي simplified version حطيتها، اوكي نقيتها، ما بعرف إذا مبين. اي عنا البليتس، لحظة، عنا الأريبيان بليت هون تحت، عم ببين الماوس نعم مطرح ما عم بحرك. الأريبيان مظبوط بليت، في نعم الأفريكان بليت، اوكي وهيدا مطرح ما مكتوب 21، 21 ذا اناتوليان بليت اوكي بتركيا. نعم هلا وهيدا الريد سي تحت. اوكي فلبنان اذا بدك بهمك، لبنان موجودة على الخط الكبير اللي اسمه يمونة، اي يمونة فولد. صحيح، وهون كلهم بيقولوا انه لو صار لا سمح الله اقرب شوي لسهل اليموني كان لبنان انمحى بهالقوه الكبيره. مزبوط اي مزبوط، بينمحى لبنان اذا كانت، اذا تحركت على هذا الخط يمونة. اي وحسب الحركة، قديش كبيرة الحركة، قد ايه كبير الرابتشر تبع الفولتينج، اذا لانه هذا اليمونة مثلا اتس سمبليفايد. هلا عم فرجيكي، نعم فينا نشوف هلا مثلا هذا السلايد اوكي هون بيبين الأريبيان بليت عم بيتحرك دايركشن مبين، عم بيتحرك لفوق وعم بيتحرك روتيشنلي، صح there is a rotation. ايه So مطرح ما بي... هلا هاي هودي أول شيء، خليني أشرح لك هون. ايه في عنا three types of plate boundaries، plate tectonics. في عنا الكونفرجنت هون فوق، كونفرجنت باوندريز، مثل ما اللي عم بيشدوا. هيدي فينا نكبرها شوي اكثر لانه صغار ال اوكي، فينا نكبر ال ايه ايه حتى نشوفهم وحده وحده، إيه لانه كثير كبار، ايه كثير صغار هيك اضبط. اوكي
فهيدا الاوفر رايدنج يعني اثنين عم بيضربوا ببعضهم، convergent plate boundaries، صفائح يعني بالعربي، نعم عم بيتحركوا. فهيدا اقوى هزات بيصير عليها، اقوى هزات subducting plate. في وحده عم تنزل تحت الثانيه، بس هيدي في عنا two types. إذا كانوا اثنين أوشيانيك بليتس، يعني في عليها أوشنز، الحركة فيهم الحركة أسرع، بيكون أسرع يعني بالسنتيمترات، عم نحكي بالبريير، ما بتحسي أنت، بس بيبين مثلا إذا حاطين عم ينتبهوا بالجي بي إس على الديفورميشن تبعهم، ايوه بيبين قديش عم يتحركوا. فهيدي مثلا فيها تصير وحده كونتيننتال بليت، وحده اوشيانيك بليت. الكونتيننتال بيصير هيفير اكثر، اوكي يعني اثقل، والحركه عليها بيصير اخف. نعم بيصير الاوشيانيك بليت عم يتحرك مثلا بامريكا سان اندرياس فولت، عندنا وان سايد اوشيانيك وان سايد كونتيننتال. الاوشيانيك بليت بيتحرك أسرع من الكونتيننتال، بس مطرح ما بيصير في لوكينج، عم بيتجمع الانرجي، عم بيتجمع 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 وبيتركها فرد مرة، بيصير في رابتشر يعني بيتخزق الفولد، نعم وبيصير في الهزة، بتحسي الهزة أنت. طب هيدي يعني اللي تحتها، هلا هيدي شو هيدي اللي تحتها؟ اللي تحتها spreading centers، هيدي كمان تحت الاوشنز عم اكثر شيء بيبين، وبيبين عنا بايسلند. اذا اوكي بتتذكري من فتره صار في فولكانيك فولكانو بايسلند، بس فيشر ايربشن بنسميها، على خطوط يعني، ما لنا فنت ايربشن، نعم ما بتطلع واللي تحتها اللي تحتها دايفرجن، شو اسمه، ترانسفورم باوندريز، يعني اوكي بيتحركوا صوب حد بعضهم حد بعضهم. هون لكن عم نحكي، هون عم نحكي لما عم نحكي اوشنز، لما عم نحكي هون باسيفيك وعم نحكي كونتيننتال او أي قصدي وحدة؟ لما عم نحكي هون اوشنز، هون عم نحكي عن الاوشنز، عم نحكي عن اوشنز. اذا بنقرب شوي اكثر لمناطقنا، إذا عم هلا نحكي أكثر شوي هاي عن البحر مثلا إيه؟ الأحمر. على منطقنا هون الأرابيان بليت عم يتحرك للشمال، هون مبين الأروز. نعم. نحن بلبنان هون مثلا البقاع مثلا زحلة، إذا عم بتقولي زحلة موجودة على قريبة كتير لليمونة فول، عم بيصير اوريدي عم بيتسجل عنا، وعم بيصير في هزات صغيرة. بس لا سمح الله إذا صار في رابتشر كبير مثل ما صارت بتركيا، إذا الحركة صارت فرد مرة رابتشر، حسب اللينك تبع الرابتشر بيصير في هزة قوية. هون هلا هيدي مأخوذة من الـ CSOM، نعم they identified two sets of faults. هيدي خلينا نقربها كمان شوي. هيدي يعني هيدي ما بتاخدي معلومات امتى؟ ما بتاخدي هدول المعلومات هلا هيدا جديدة، هيدي هلا هلا هيدي 9th of February، يمكن 9th of February or 10th، هيدي معمولة محطوط تحت لا هيدي قصدك هيدي بتاخدي يعني من بعد الزلزال. نعم من بعد ايه مش ايه هو صار بخمسة الشهر 5 أو 6، عم ستة بيقولوا يعني ستة 6، الفجر، نحن خمسة بتوقيت موريال يعني ستة ايه الفجر بموريال نحن كانت 5، عندهم كانت 6. ايه صحيح. كان نحن عندنا كانت 8 وثلث بالليل، نحن عنا او 8 تقريبا، هن كانت عندهم الساعة 3 الفجر تقريبا. مظبوط مظبوط. انا اول شيء اخذت اخباري من لبنان، اصحابي فاقوا بهذيك الوقت، أكيد كل الناس فاقت. 3 4 وهزوا، حسوا. في ناس قالوا ما كنا حاسين هيك هزة ابدا، صحيح، راحوا خاصة اجوا وأنه 4 مرات، راحوا اجوا. صح It was صحيح، لأنه لقوا يعني إنه تخت عم بيروح ويجي فيهم، يعني تختهم عم بيروح ويجي فيهم، لأنه هالقد كمان كانت طويلة، كمان مفعولة كان كثير كانت قوي. طويلة مظبوط، لأنه بعد 9 hours 9 ساعات صارت الهزة الكبيرة الثانية. بهيدي الخريطة بنشوف محل الهزتين نعم كمان خلينا نقرب هاي. شوي من الصورة. ايه خليني اخبرها اي اي من الـ CSOM، من الـ اي
So it was central Turkey 7.8 and location محطوطة 20 كيلومترز هيدا الدبت ايه الغمق يعني كان 20 كيلومترز. ايه المناطق اللي تأثر هي قريب أكتر شيء بالغازي أنتاب، مدينة غازي أنتاب يعني مطرح ما فرجيتكم على الخريطة. نعم population 1 million something local time 4. بعدين الثاني هزة after 9 hours حطيتها هون ايه 7.5 كمان، يعني there are two major events كمان كمان two major events. وبعدين تسجلت 970 بلس هلا، يعني وقت اللي انعملت هيدا الريبورت من يومين كانت 970 افتر شوكس، هلا صاروا اكثر اكيد كمان كل كمان يوم عم ايه كل يوم عم والافتر شوكس كمان بيكونوا اوقات كتير، كمان بيكون عندهم اثر كتير كبير وبيكون في عندهم اذى كتير كبير ايضا. بيكونوا لأنه عم بيهزوا بفترة طويلة، مثلا إذا في بناية ما تهدمت من أول مرة فيها تتهدم constant with constant oscillation فيها تتهدم. هلا بنحكي هون عم نشوف تحت حلب هون، فاذا عم نشوف إيه، حلب ايه حلب وسوريا western part of Syria صحيح، في أثرت إدلب وفي جبلة وفي وهي اللاذقية ايه لحظة. فعلا فعلا، يعني كارثة كارثة حلب هذه المناطق كلها حسوا اسكندرون، عم بيقولوا اسكندرون حسب ما شفتها ب one of the TVs one of the راحت قسم منها تحت عم بيقولوا فاتت البحر لجوا، اف فاتت البحر لجوا باسكندرون. نعم. وهي أدنى هون على جنب ايه أدنى هالجهة ما صار في شيء، أدنى ما تأثر يمكن كتير، بس أكثر شيء بس الهزة حسوها لحديت لبنان للأردن لسايبرس لغريس. نعم It was نعم a big circumference. كثير كثير صحيح صحيح فكان هون عندي معلومات مثلا بهيدا، لحظة خلينا نصغرها شوي. اللينكت مثل ما قلت لك اللينكت تبع الفولت لاين قد ما كان البريكج، البريكج لينكت كان 100 كيلومتر، في ناس بيقولوا 100 كيلومتر لينكت لينكت وايز صار في رابتشر عليها، نعم والمسافة الوايدنينج تبع امبارح على التي في فرجوا المنطقة كيف صايرة، في displacement 3 to 6 meters كمان along the width، يعني بدك ايه تاخدي الخط 100 كيلومتر and the width of يعني فتحت الأرض هيدي حسب ما عم بشوفوها من الأقمار الصناعية، يعني هون عم بشوفوها كمان هيك بل شكل امبارح كان في اقمار امبارح اخدين من سبيس الصورة، نفس الصورة يلي هون بهذا الايمج نعم. تقريبا من السبيس مبين انه قديش يعني مبينت الخط تبع الاثنين فولز مثل ما عم بقول لك، ال one is identified like this the other is identified like this، نعم. يعني twofold هيدا تفرجيك انه it's not a clear cut fault one fault or something it's a system of faulting. طب هون اذا بدنا نحكي مثل ما قلنا على الاثار المباشره على الناس، يعني على البنايات اللي ادت للاسف على سقوط وانهيار كامل، وادت للاسف الى مقتل وجرح الاف والاف عشرات الالاف من الاشخاص، وايضا اشخاص لغايه اليوم بعضهم تحت الانقاض، وهذا الشيء اللي فعلا مؤسف جدا وشيء يعني بيقطع القلب، لانه واحد لما بيشوف هيك مشاهد ما في واحد فعلا ما يفكر انه سبحان الله في ناس قعدوا 5 6 ايام تحت الارض ورجعوا سبحان الله ظهروا وقدروا يظهرون فرق الانقاذ، وخاصه منهم اكيد تحيه كبيره لفرق الانقاذ من الدفاع المدني اللبناني اللي قدروا يظهروا ناس عايشين من بعد ايام، يعني كذا نهار قاعدين تحت الانقاض، يعني فعلا سبحان الله.
ايه، لانه التشانسز بينقصوا، تشانسز اوف سرفايفل مع مرور 3 4 ايام صعب تلاقي حدا حي. فالبنايات على صعيد الفرقات، في فرقة من أرمينيا كمان راحت، أكيد في فرقتين راحوا، واحدة فريق على سوريا وفريق على تركيا. تركيا. for the first time تركي opened the roads، 3 4 كاميونات مساعدات اليوم من أرمينيا. من أرمينيا، وفي فرق كانوا عم يشتغلوا على الأرض في بأديامان، اسمها أديامان. هو هيدا الشيء اللي لازم، لما يكون في وضع انساني لازم تنشال إيه. السياسه على جنب، وهذا الشيء نفسه اللي عم بيصير بموضوع سوريا. يعني بسوريا النظام عم بيطالب برفع العقوبات، وهذا الشيء مش مفروض هلا ينحكى فيه، مفروض ينحكى عن مساعدات الناس اللي على الارض اللي عم بتعاني بعدها كل لحظه لغايه اليوم بتركيا وبسوريا، وهذا الشيء المرفوض كليا. هون بنشوف فعلا يعني الاحترام لا لا يعني لما شيلوا السياسه على جنب وخلوا هالاشخاص يفوتوا لانه بدهم يساعدون، الهدف انساني 100%، بده واحد يفتح البواب ويترك الناس يشتغلوا لحتى يساعدوا الناس اللي على الارض. للاسف كنت بحب تكوني معنا بموضوع احلى، مش موضوع هالقد محزن. انما ايضا ان شاء الله بيكون عندنا لقاءات تانية، لانه انت الثيسس تبعيتك بالجامعه كانت عن صخره الروشه اللي هي فخر كثير كبير لنا، هي اللي هي لاند مارك لنا بلبنان. وعم نعمل مابينج، عملت مابينج للاريا، لبيروت اريا، وفي فولت مش محطوطة على الخريطة، أنا حطيتهم يعني فولت صغار وما بيبينوا. مثلا في برانش تبع يموني فولت اسمها روم فولت، على الخرائط منا مرسومة، ل ايه ما بتوصل على بيروت على الخرائط، بس أنا وصلتها. ايه سو هيدا الشيء خارج نعمل له حديث لحاله مفصل بعدين عن صخرة الروشة أكيد، ونحكي عن موضوع حلو مثل صخرة الروشة مثل ما قلنا، ويكون إن شاء الله يا رب بأوضاع كتير أفضل من الأوضاع اللي هلأ عم نحكي فيها، على أمل إن شاء الله يا رب تخلص عملية الإنقاذ بأسرع وقت ممكن، ونقدر فعلا نتخطى كل الأمور وكل المواضيع السياسية وكل القوانين وكل الأمور غيرها، وفعلا واحد يطلع من الدكتاتورية تبعيته ويفكر بس بإنسانية لحتى نشيل كل هالناس من تحت الإنقاذ. أنا بدي أشكرك كتير هولي، أهلا وسهلا فيكي، وشكرا كثير لك. وشكرا لك كمان. شكرا. فاذا لحتى تحضروا هاللقاء مع الجيولوجيست هوري تليزيان، واللي حكينا فيه اكيد عن موضوع الكارثه اللي صارت مؤخرا بتركيا واثرت بشكل كثير كبير على سوريا، وايضا وصلت اثارها الى لبنان، فيكم تفوتوا على غيدا مجذوب دوت كوم، وانا بشوفكم بلقاء جديد.